عقلك ملعت يا والله الاثنين اجتمعوا جامد. لا 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 عادل منا ابو دويش منا لو اللي ما تعشينا ريحه رشاد الغشره اشتغلت براسها الحين خلص منا يا رجال ايش فيكم الحين؟ اصبر خلينا نشوف ايش يسوي عشان المتابعين يشوفون الطريقه يسوونها. لا التجبيص هذي لانه ما في شبه صح صار المكرونه كذي متلبد متلبد اي الله شال خرافيه ذي ما شاء الله عليك ما شاء الله ايش رايك؟ لا شغل شغل عادي يا والله اثنين تعجبني استحي يا ولد شو 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 شو